تفقد وزير الصحة الدكتور حسن غباش واقع وجاهزية عدد من المشافي العامة والخاصة بدمشق ومدى استجابتها لتطبيق الخطة ب التي تتضمن توسيع أقسام العزل وإيقاف العمليات الباردة واستنفار الكوادر الطبية والفنية للتصدي لفيروس كورونا. احنا على المشافي الحكومية وجزء من المشافي الخاصة للتتبع وضع العام لجائحة كورونا لنطمئن على الأطباء، بالإضافة لذلك نتفقد عدد الأسرة الموجودة الأسرة الفارغة، ندعو الأخوة المواطنين التقيد ما أمكن والالتزام بالتعليمات الصحية اللي كلنا صرنا بنعرفها، هذا شيء ضروري. استعمال الكمامة ما عاد خيار، أصبح واجب وهذا هو الحل. الحقيقة في بعض الآراء والاقتراحات بموضوع إغلاق وما شابه ما بنتمنى أنه نوصل له، ما بنتمنى ومو دائما هي رح تكون يعني العلاج للمشكلة. العلاج الأساسي للمشكلة طبيا وعلميا تلتزم بالتباعد الاجتماعي، تستعمل وسائل الحماية الشخصية. نتمنى السلامة للجميع، نحن نستعد لتوريد لقاحات عندما يكون ذلك ممكن، نعمل مع منظمة الصحة العالمية بشكل علمي وبشكل موضوعي. طبقنا المرحلة ب بتوجيه السيد الوزير بإيقاف العمليات الباردة والإبقاء على العمليات الإسعافية وتحت الإسعافية بالمشفى. تم تخصيص قسمين في المشفى وهو الشعب القلبي وقسم الداخلية بطاقة 60 سرير مجهزة بالمآخذ الأكسجين زائد عناية مشددة عامة بتسع أسرة وضعت في الخدمة مع منافسة، زائد عناية قلبية بأربع أسرة مع منافسة وضعت في خدمة الكورونا، زائد غرفة عزل أو بسريرين مع منافسة. عنا المشفى يتسع ل 120 مريض، في قسم مجهز لدعم النصف آلي بالتهوية بأجهزة البايب، في عنا صادم مجهز المشفى للإنعاش في حال تعب أي مريض. كل 24 ساعة بتبدل الطاقم، في أخصائي مناوب، في أطباء مقيمين معه، تمريض فني تخدير. مشفى دمشق المجتهد هي من الأساس من الخطوط الأولى بمواجهة جائحة كورونا. نحن كوادرنا جاهزة لاستقبال كل الحالات، تقريبا العدد اللي جاهزين قادرين لاستقباله حاليا بالفترة هي حوالي 47 مريض بثلاث أجنحة للعزل. طبعا ممكن يرتفعوا في حال تطور الموضوع لأكثر من هيك. هلا العدد الموجود تقريبا عندنا حاليا حوالي 29 30 مريض باقسام الثلاثه المختلفه. مواساة ما وقف شغله، شايفين مثل ما شايفين الاسعاف كله معبى مليان، المنظومه الاسعافيه شغاله، حتى الحالات الاسعافيه وشبه الاسعافيه ما وقفنا ابدا عن الشغل، وعم نشوف المنحنى الوبائي ممكن نزيد عدد الأسرة اذا المنحنى الوبائي زاد. الشهر الماضي كان في 180 حالة مشتبهة، طلع منهم 60 حالة إيجابية، 180 غرفة بالمواساة. هلأ هدولي بس فقط مشان موضوع الكورونا.